الوظيفي، نشكر الوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة السياحة ووزارة الداخلية والسلطات المرتقبة والسيد والي مدينة الضافرة لمساعدتنا على إنجاح هذا الحدث الدولي الهام. كما يعرف الجميع لأول مرة يعني هذا المجلس يعقد ندوة دولية في موضوع جد مهم تزامنا مع احتفالات باليوم العالمي للسياحة. هذه الندوة تدخل في إطار تنزيل قانون أو تنزيل أفكار أجندة ديال 2063 الاتحاد الإفريقي 2 و4 و5 من هذا القانون. والمنتهى من هذه هذا الملتقى هو أولا دراسة الإعاقات والمشاكل و يعني تنزيل أفكار جديدة للرفع وتطوير كل ما يتعلق بالسياحة والطيران المدني والوصول إلى سوق أو تنزيل خط منظمة السياحة والطيران المدني بالاتحاد الإفريقي. معنا كذلك العديد من المحاضرين والأساتذة وخبراء وهيئات من السيكتور الدبلوماسي وبعض الشركات لدراسة هذا الموضوع. هذا جاء بناء على مقرر السنوي الذي نعقده بالقاهرة مؤخرا. فمرة أخرى أشكركم.